السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة ميكانيكال. كنا سبق ونزلنا فيديو الموتور التاجر اللي كان فيه مشكلة في الغيارات، وفكينا مع بعض لقينا مكان البلية دي بايظة، ولقينا بلية عمود الجار التانية بايظة. طبعا هنا مكان البلية كان متاخد خالص اهو بالشكل ده، ومتاكل زي ما انت شايف، وعامل تأكل هنا فين في الكارتيرة برضو. طبعا ودينا الكارتيرة دي المخرط عشان حد يظبط البلية دي، محدش عارف يظبطها، وما كانش ينفع ان احنا نجف عليها وهي بايظة بالشكل ده، فاضطرينا ان احنا نغير الكارتيرة خالص. فجبنا كارتيرة جديدة بالشكل ده، وهنبدأ ان شاء الله نقفل الموتور مع بعض. بس قبل ما نبدأ، يا ريت تنزل تشترك في القناة، فعل الجرس على كل، ولايك للفيديو عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. طبعا اول حاجة هنبدأ بيها، نفرغنا الكارتيرة القديمة خالص، وهنبدأ نركب طقم البلي. اول حاجة طبعا معانا البلية دي 6203، بلية عمود الاتزان. هنبدأ بنبيتها بالشكل ده، طبعا هتضرب على الدائر الخارجي للبلية مش اللي جوه. كده باتت معانا البلية مكانها تمام، وبعد كده هنبدأ نبيت البلية التانية 6006 بتاعت عمود الديسك. بالشكل ده هو. طبعا برضو البلية دي احنا جايبينها جديد. بعد ما بيتنا البلية كده مكانها بالشكل ده، هنبدأ نحط شوية زيت هنا على البلية، وهنيجي على البلية التانية بتاعة عمود الاتزان بالشكل ده برضو. وبعد كده هنبدأ ننزل بعمود المانيفلا. طبعا العمود بيكون ليه وردة ورا كبيرة بالشكل ده، والوردة التانية الصغيرة بتبقى من فوق تمام. وهنا معانا السوستة دي بيبقى فيها تانية، التانية دي بتنزل في المسمار في الفتحة دي. هنبدأ نبيت السوستة الأول مكانها كده اهو، باتت مكانها. وبعد كده هتبدأ تلف المنافلة أو العمود بتاع المنافلة بالشكل ده لحد ما تبيته مكانه. دي هتبقى هنا، تدخل في الكارتيرة هنا، وتقص والجزء التاني من الحامل هيبقى هنا تمام. ترس كده معانا حر. بعد كده هنبدأ ننزل بطقم الفتيس. هتحط العمود كده بالشكل دي، وتبدأ تنزل بيه مع بعض كده اهو. تحط ايدك تحت الوردة دي من تحت، وتبدأ تنزل واحدة واحدة. كده اهو الطقم نزل معانا مظبوط، مفيش فيه اي مشاكل. وهنا تاخد بالك من الورد دي، في وردة هنا بتبقى فوق بالشكل ده اهي، والوردة التانية على عمود الجار بتكون بالشكل ده. بعد ما نزلنا دول، هنبدأ ننزل بالسلكتورة بتاعت الغيارات كده مكانها. وبعد كده هنيجي نركب الجمرات. طبعا عندنا 3 جمرات، وجمرتين كبار وجمرة صغيرة. كل الجمرات بتبقى مولل جوه، الجزء الصغير ده بيبقى مولل جوه كده كده اهو، والجزء الكبير بيبقى لبره. عندنا الجمرة الأولانية بتبقى السنة الزايدة فيها تحت دي من تحت، يعني دي هتبقى جوه هنا كده اهو. هنبدأ نركبها من هنا كده اهو. الطريقة دي كده ركبت معانا، هنظبطها على السلكتورة كده اهو، ركبت معانا الجمر بكل سهولة. وبعد كده هنيجي نبدأ نركب الجمر التانية. نخلي برضو الداير الصغير ده جوه
تركب في عمود عمود الديسك وهتنزلها مكانها. بالشكل ده كده. وهنيجي على الجمر الثالثة، هنخلي البروز ده لفوق وهنخلي الدائر الصغير ده برضه لجوه وهنركبه في عمود الجار. الطريقة دي كده تمام. بعد ما ظبطناهم كده على السلكتورة هنبدأ ننزل بالبنز. تيجي تبدأ تنزل بالبنز بالشكل ده اهو، نظبط الجمرات قصاد بعديها وتنزل بالبنز بتاعهم بالراحة كده مكانه لحد ما تبيته مكانه بالشكل ده كده. البنز بات معانا اهو والجمرات اهي مظبوطة. تيجي تدي غيار اهو تمام. الغيارات معانا شغالة تمام مفيش مشكلة. بعد كده هنبدأ ننزل بعمود الاتزان. طبعا العمود ده فيه ناحية بتبقى ناحية وش الزيت والناحية التانية بتبقى جوه. هننزل بالناحية الكبيرة دي اللي هي فيها السن، هنخليها من تحت كده اهو تمام. وبعد كده معانا الحدافة، هنخلي الناحية بتاعة ترس التكسيمة لفوق بالشكل ده ونبدأ ننزل بيها مكانه. كده نزلت معانا الحدافة مكانها مفيش فيها مشاكل. تدي شوية زيت على التروس عشان اول ما تدور المكنة على طول طبعا بالشكل ده. وهنا عندنا في الكارتيرة دي فيه فولتين، فولة هتركب هنا اهو بالشكل ده والفولة التانية هتركب هنا. الفولة دي لازم تكون موجودة. وبعد كده هنبدأ ننزل بالجوان بتاعنا بالشكل ده اهو. طبعا الفول دول هنا الفايدة منهم بيسنتر الكارتيرة قصاد بعض وبيظبطوا مكان الجوان. بعد ما نزلنا بالجوان بالشكل ده اهو هنيجي بالكارتيرة التانية. طبعا احنا هنا مغيرين البلية دي جديدة والبلية دي جديدة برضو غيرناهم، والبلية دي القديمة بتاعتها زي ما هي ما غيرناش فيها حاجة. هتكون منظف الكارتيرة بالشكل ده اهو. اهم حاجة تكون منظف مكان الجوان في الكارتيرة كويس عشان ما فيش حاجة ترشح معاك زيت ويبقى شغلك نظيف ومية مية. هتبدأ تنزل بالكارتيرة كده، ننزل الكارتيرة التانية بالشكل ده. خد بالك من الحته دي عشان في ناس بتسأل بتقول انت ازاي بتبيت الكارتيرة على بعضيها. هنيجي على عمود المنافيه اللي هنا من ورا ونشده سنه لورا كده، هنلاقي الكارتيرة باتت معانا على طول. كده بالشكل ده الكارتيرة باتت معانا وقافلة مية مية بكل سهولة مفيش فيها أي صعوبة. بعد كده هنبدأ نركب المسامير بتوع الكارتيرة.
طبعا هنا عندنا مسامير الكارتيرة كلهم مقاس واحد ما عدا المسمار ده الطويل بيركب هنا. وبعد كده هنبدأ نركب باقي المسامير. وبيبقى 8 وهنبدأ نربط مسمار قصاد مسمار بالشكل ده كده. مسمار قصاد المسمار التاني عشان الكاريتيرة تقفل معانا كل مستوى واحد. بعد ما ربطنا المسامير هتبدأ تجرط عليهم بالشكل ده. هو كده نكون قفلنا الكارتتين وجمعنا اجزائهم مع بعض. طبعا تكفيل وش الكهرباء احنا كنا عاملين له فيديو قبل كده وظبط التكسيمه، ممكن تشوفه على القناه لو حابب تشوفه. وكده نكون خلص معانا الفيديو النهارده عشان ما نطولش على حضراتكم. الفيديو الجاي ان شاء الله هنجمع وش الزيت مع بعض. طبعا وش الزيت عندنا فاضي خالص اهو، ما فيهوش اي حاجه راكبه. ان شاء الله الفيديو الجاي هنجمع مع بعض قطعه قطعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.